السؤال التاسع: استمعت إلى حلقة إذاعية يدور الحوار فيها حول اللغة العربية، وكان أحد المتحاورين متحاملا ضد اللغة العربية وأبنائها وتاريخها. اكتب فيما يأتي فقرة تقنعه بالعدول عن آرائه. هذه تختلف حسب أسلوب كل طالب في الكتابة، وهذا فقط ما هو إلا نموذج على ذلك. لا يخفى على ذي لب ما للغة العربية من أهمية عظمى في كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، بل لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها، ولا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربية، وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. هذه نموذج لقطعة في حلقة إذاعية. وهنا اختبار قبلي يشمل ما تم الحديث عنه من الأسماء والأفعال والأحرف. سورة العصر، المطلوب أن نعين في السورة السابقة ثلاثة أسماء، ثلاثة أفعال، ثلاثة حروف، ربما يوجد أكثر من ثلاثة في بعض الأنواع، لكن المطلوب هو ثلاثة فقط. الأسماء التي كتبت: العصر معرف بأل، الإنسان معرف بأل، خسرن نكرة. ثلاثة أفعال، من يذكرها صح؟ آمنوا ماضي، عملوا ماضي، تواصوا ماضي. ثلاثة أحرف، الواو صح، واو القسم حرف جر. من يذكر حرفا آخر؟ أحسنت، فيه حرف جر، إلا استثناء. ثانيا، إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، المطلوب أن نعين في السورة السابقة فعلا ماضيا، ليس فعلا واحدا، إذا يوجد أكثر من فعل، أو مضارعا أو أمر، نستخرج الأفعال في أي زمن كان. فعلا ماضيا، من يذكر من الآية الأولى ما أذى بها من أفعال ماضية؟ صحيح، فعلا ماضيا، جاء، هناك فعل آخر، رأيت، وهناك فعل آخر، كان. من يذكر فعلا مضارعا موجود في نفس السورة؟ يدخلون، أحسنت، وفعل أمر سبح، وهناك فعل آخر استغفر. هذه الأفعال في أزمنتها الثلاث الموجودة في سورة النصر. ثالثا، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. الجملة رقم ألف، جملة الحياء شعبة من الإيمان، مثال صحيح على الجملة الإسمية أو الفعلية؟ أين سننظر؟ إلى الكلمة الأولى لنحكم عليها، هل هي إسمية أم فعلية؟ ماذا، ما نوع الكلمة الأولى؟ كلمة الحياء، صح، اسم. إذن ماذا ستختار؟ الإسمية، أحسنت.
باء كلمة الحق في جملة الحق يعلو ولا يعلى عليه، مبتدأ أم فاعل؟ كلمة الحق اسم أم فعل؟ اسم طبعا كما قلت. بدأت به الجملة، والجملة إذا بدأت باسم ماذا تسمى؟ جملة اسمية. أول ركن من أركان الجملة الاسمية هو ماذا؟ المبتدأ أم الفاعل؟ طبعا كما اخترت المبتدأ. جيم الفعل نشرح في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، مجزوم أم منصوب؟ سننظر ماذا يوجد قبله، حرف نصب أم حرف جزم؟ إذا حرف نصب سنقول منصوب، سنختار منصوب، وإذا حرف جزم سنختار مجزوم. لم من ضمن أي نوع من الحروف؟ أحسن، من حروف الجزم. إذن نختار مجزوم. رابعا اضبط بالشكل الحروف الملونة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا أقرأها بدون ضبط حتى نرى كيف ستضبطونها. المؤمن اسم في بداية الجملة، يعني جملة اسمية، يعني مبتدأ، والمبتدأ ماذا؟ أحسن، مرفوع. سنجد أن النون عليها ضم لأنه مرفوع. يشد فعل مضارع، ليس قبله لا حرف نصب ولا حرف جزم، إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضم. يشد فعل، ماذا يأتي بعد الفعل؟ فاعل، صح، والفاعل ماذا يكون إعرابه؟ مرفوع وعلامة رفعه أيضا هنا الضمة. خامسا اضبط الجملة الآتية بالشكل ثم أدخل عليها كان مرة وإن مرة أخرى وأعد الضبط مع كل منهما. الجملة هي الإسلام دين القوة، أقرأها بدون ضبط حتى أترك لكم المجال لتضبطوا. الإسلام هذه جملة اسمية أم فعلية؟ طبعا جملة اسمية لأنها بدأت باسم، وهذا الاسم سيعرب مبتدأ، والمبتدأ مرفوع. طب ماذا يأتي بعده؟ بعد المبتدأ يأتي الخبر، وأيضا الخبر مرفوع، وهنا جاء بعد الخبر مضاف إليه. نرى الضبط كما ضبطتم، الإسلام مبتدأ مرفوع، دين وخبر مرفوع، وهو مضاف القوة مضاف إليه مجرور. الآن سنستخدم حرفا فعلا ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخرى. سنرى تأثير الأفعال الناسخة ثم تأثير الحروف الناسخة على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر. ما زاد عن ذلك سيبقى على حاله كما هو مضاف إليه. كان ماذا فعلت؟ رفعت اسمها ونصبت خبرها. الإسلام اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة. دين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفي كل الأحوال القوة مضاف إليه. لاحظنا أن الأفعال الناسخة وعلى رأسها كان تنصب الخبر، تترك المبتدأ كما هو مرفوع لكن تأثيرها على الخبر تنصبه. الآن الحرف الناسخ إن ماذا سيفعل؟ نفس التأثير أم سيترك الجملة الإسمية كما هي المبتدأ والخبر مرفوعات أم سيغير؟ فلنرى. إن الإسلام دين القوة، المبتدأ بعدما كان مبتدأ مرفوع أصبح الآن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، دين خبر إن مرفوع
علامة رفع الضمة القوة مضاف إليه. إذن تأثير الحروف الناسخة إن وكل أخواتها على المبتدأ، تنصب المبتدأ ونقول عنه اسمها، والخبر يبقى كما هو ونقول عنه خبرها. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وسنكمل في المرة الأخرى بإذنه تعالى.